الامر وده اختيار من اختيارات من حق السي ناصر يعز اللي بغى حقه راه الهضره ما لا تناقش ماشي احنا هو كيبقى التساؤل واش فيما غيديروا وين زباله خصنا نضحيو شي واحد لان دائما الوينز ملي كيكون المشكل كيخرج بالغ ودائما كتوجه الانتقادات بشكل كبير يعني النصيري الوينز ماشي دائما تيديروا بالغ بدايه الموسم تيصبروا بزاف عندهم تري عندهم واحد الرؤيه عندهم رؤيه فيما كيكون المشكل كيكون البالغ هما فاهمين الوينز اكثر منا حنا انا نعطيك مثال قبل نهايه الموسم والفشل يعني ماشي الفشل ولا نقولوا ضياع اللقب ديال عصبه الابطال فكان بلغت اش كان من بعد منا كان قرار ديال سعيد الناصري الجمعه العامه وقلبوا على كذا وكذا يعني خرج بواحد الخرجه باش يعني كالما بها بان هما تيعرفوا هما تيعرفوا خلى بوليميك كلشي على ان سعيد الناصري غيمشي وكاين البديل وكذا ومن بعد واحد الاسبوعين ما بقى حتى واحد كيتكلم على داكشي وبقى سعيد الناصري يعني مكمل في المهام ديالو هادشي علاش قلت واش بعد كل بلاغ كيتوجه فيه الخطاب سعيد الناصري خصو يدير واحد الخطوه اللي يعني اما يوجه بها البوصله لشي جهه اما انه يكالمي بها الجماهير ديال الوداد وتنسى مع الوقت تمر الوقت صافي وكيكمل المسار ديالو. ما تنساوش بان النصيري جابوا مع الوداد شي حوايج ما عمرهم جابوهم. هذا لا يناقش السيد. تاريخ الراجل حاضر يشهدوا له. باش حنا نكونوا في هذه الجلسه هذه حنا سنذكروا على واحد التشريح ديال مجموعه معطيات من خارج الحاله. حنا تنشوفوش الداخل شي حوايج ما يقدرش تكون غائبه على التحليل ديالنا. حنا اكيد منو ناقش كنقول معطيات ماشي ضروري الصحفي او المتتبع عنده كامل. دابا حنا المشكل الاشكال عندنا حنا كندوي على مجموعه من الاخوان والزملاء تيشوفوا الكره بحال حنا كنا جايين من الجنه سيتادير بالعالم المثالي خاص هذا وكذا وتكون الاداره ومقاده ومصوبه وهذا والامور بخير وبساط احمر مقاد وردي مقاد ولكن واقع كره القدم البيضاويه والمغربيه اكيد بان سعيد الناصري متفوق جدا نتكلم على واقع كره القدم ماشي غير واقع واقع يعني الواقع بلا زواقع يعني الواقع هو متفوق جدا غير واقع حتى النموذج ديال هاد الاسماء الرئيس اللي كنقولوا التسيير الانفرادي داروا في جموع من الانديه حتى نادي منجح يتمنى هو الجاري مغرقة يوما ما ماشي دابا واحد منجح النموذج الوحيد اللي نجح هو النموذج ديال سعيد النصير بالضغط اللي كاين بالوينرز بالجمهور الوحيد النجاح صحيح في العلاقه بين عادل الرمزي والوداد والتوقيع البنزرتي شنو هو المستجدات اللي يقدروا يعني اللي كيسول عليها بطبيعه الحال الشارع الرياضي الودادي بسم الله الرحمن الرحيم يعني كيف كيعرف الجميع بان تواجد فوز البنزرتي في المغرب السبب هو انه قياده يوقع. فريق الوداد الرياضي ولكن لحد الساعه مازال ما كاينش توقيع رسمي لان كاين اشكال مع عادل الرمزي كنظن بان عادل الرمزي اول حدث كان هو بعد الهزيمه امام لاسكا بيجو كانت الاقاله ولا ربما كانت يعني طلب الاعفاء من المهام ديالو قدم استقاله ولكن مسؤولين ديال الوداد شبتوا بالبقاء ديالو من بعد يعني كيتفاجئ بانه بعد ثلاثه ديال الانتصارات المتتاليه باجتماع من اجل يعني انهاء المهام ديالو داخل الوداد طبيعي من حقه انه يعني يرفض لان عنده عقد باقي ساري المفعول لانه حقق نتائج وحتى الاهداف اللي ممكن مسطره راه حقق واحد النسبه مهمه منها اولا انه لعب نهائي السوبر الافريقي انا كنتكلم على الاهداف الجمهور غيبان ليه الاداء ويبان ليه العلاقه مع اللاعبين ويبان ليه هذه امور تقنيه كتبقى يعني من اختصاص الفريق وخصنا كنتكلم على الاهداف اللي منصوص عليها في العقد منها السوبر الافريقي منها عصبه الافضل لحد الساعه ما تقصاش المباراه الحاسمه اللي غتكون مع اسيك موموزا الثلاثاء المقبل وكاين في الدوري الاحترافي حق نتائج ايجابيه مؤخرا ومازال من الانديه ديال المقدمه ولا فاز في المباريات المؤجله يكون هو الاول فللاسف يعني ما كناش نتمنوا ان النهايه ديال عادل الرمزي مع الوداد تكون بهذه الطريقه يعني شد الحبل بين سعيد الناصري وبين عادل نتمنوا ان الامور تمشي في اتجاه صحيح الا كان مسؤولين ديال الوداد خداو قرار بالاقاله ديال اولا انهاء ارتباط والتعاقد مع البنزرتي فخاص يكون بشكل ايجابي يحترموه كاطار وطني انه جا حاول ولا عطى واحد التجربه ديالو بغى يفيد بها فريق الوداد ربما خطا في تدبير المرحله ولكن هذا ما كيعنيش ان عادل الرمزي ما خصناش نحفظوا ليه يعني القيمه ديالو كلاعب دولي سابق وكاطار وطني اللي نتمناو يكون التوفيق لان كيف ما والد بدا وكانت عنده بدايات ربما متعثره ومن بعد حقق القاب وحقق نتائج اللي هي مهمه راه ممكن عادل الرمزي حتى هو يكون مشروع ديال اطار وطني كبير فبالتالي ما غاديش نشدوه يعني نجلدوه لانه داز في واحد الفريق اللي كبير في واحد المرحله ربما ما عرفش يتعامل معها كنظن بان نتمنوا ان الامور تمشي بشكل ايجابي عادل الرمزي الا كان غيتقال ياخذ المستحقات ديالو وبطبيعه الحال يعني المرحله المقبله مع البنزرتي
غادي تحكم عليها النتائج واش غينجح فريق الوداد. لحد الساعه ما كاينش اقاله ديال عادل رمزي، مازال هو المدرب، مازال متشبث بالمنصب ديالو، ومازال هناك اقتراحات ربما كاين على حساب العلم ثلاثه ديال الاقتراحات، اما في كل ارتباط بطريقه وديه او انه يتعرض يولي عنده منصب اخر ماشي مدرب يبقى يولي مدير رياضي، او الحل الثالث هو انه اقاله من جانب واحد لما كانش تفاهم وبالتالي يمشي للجنه النزاعات. نتمنى انه يكون الحل الاول ولا الحل الثاني. ربما عادل رمزي كان مدرب ما غيقبلش يكون مدير رياضي، وحنا كنعرفوا دازوا مدراء رياضيين في الوداد ما كانش عندهم في الاخر هما كيقدموا استقالتهم كيمشيو لان ما كيلقاوش مع من غيشتغلوا ولا الظروف ديال العمل. ما عرفتش شنو غيكون الموقف ديال عادل رمزي من هاد يعني تطرى عليه هذا الاقتراح، ولكن اللي كيبان هو ان لحد الساعه باقي ما كاينش تفاهم حول الاقاله. وراه قلنا هذيك قلنا بداو يعني المعيد البدني ومحلل ديال الفيديو غير خطوه تمهيديه من اجل الاقاله كيحيدوا الكاس ديال ديبرونشيو كيديبرونشي كتفهم علاش مني هو جا وطلب الاعفاء ديالو في ابيدجون وتكلم مع الدراري وقال داك الخطاب اللي تكلم عليه بانكم خويتوا بيا وجا خد القرار تما كان ممكن تنهى المسيره ديالو ويبدا بنظرته ولا علاش نخليو السيد تيدير ثلاثه ديال النتائج ايجابيه يرد بها شويه الثقه يرد بها الكرامه بعد النفس لانه تنتقد بواحد الشكل كبير عاد نطالبوا بالرحيل ديالو. ما عرفتش انا زعما علاش التاخر ديال المسؤولين ديال الوداد، ولكن كيبقى القرار كيخصهم والقرار كيبقى ديالهم. انا باش نتفاهموا عادل رمزي عاش هاد الكاريير ديالو كلها عاش باوروبا وما كانش عنده ارتباط بالمغرب، كان المغرب عنده لان حتى والديه كيمشيو عنده هذا كذا. دونك تكوينه الكروي داروا بين اوروبا والخليج، وفي هادوك ما عندهمش ما عندهم كيعترفوا لا بلا كلوز لا بالتراضي تيعترفوش بها، يا كيقدم استقالته يعني تيمشي هنا يا كتحيدو تخلصو بحال اللي كيوقع مثلا البايرن حيدت نينجلزمان بقاو كيخلصو حتى الرماديه ما كاينش حاجه الوسط. فالوقت اللي جاوا معاه يحيدوه هما كيسحابوا هاك عادل رمزي ديال هذا، قال لهم لا تحيدوني عندي سبعة البريمات هو المستحق عندي كونترا كامله عندي بريم فينال عندي بريم ديال كاس جروب الا كاين شرط جزائي في العقد لا هي كلوز شهرين ما كاين ما كتعرفش بها فيفا فيفا وطاس كتعرفوش بها ولكن الجامعه راه كتعرف بها ما يدويش هو يهز الباسبور الهولندي ديالو ويديه على حساب الفواز احترافي. محمد فاخر وخذ الفرقه موراه محدود سي فاخر ولي وجد الرجال لا كوب دي مون مونديالتو عاود دابا عادل رمزي تيدابز ويتقاتل باش يوجد واحد هو يلقى الفرقه غيلقى ثاني الفرقه يقول لك راه هو اللي دار. باش نكونوا واقعيين شوف حنا تنظن كاين واحد المقوله واش عندها مدى الحجم ديال المصداقيه ديالها ولا لا، هي تنعرفوا نستقبلوا ما تنعرفوش نودعوا. هذا السيد هذا شويه ديال التكريم للشخص هذاك اطار وطني مغربي مشى لهولندا ولا مشى مغربي باقي عنده الباسبور مغربي عنده الجنسيه مغربيه ماشي واحد غيحيد ولد مربي مزيان ماشي حيد عليه وراجل مربي بزاف عنده لي سابق تكريم لاعب محترف مستوى عالي ماشي محترف عادي. ملي تنبغي نقبطوا بنادم ندخلو تنديرو الكيطما وتنديرو الصحافه والهيلالا والبهراجه علاش ملي تنبغي نتفارقوا ما تنديروش هادشي. انا دائما كنقول هذا دائما كيخرج كبروا به شويه واحد الخرجه ثاني قبيه. انا كنظن بلي الناصيري غيمشي في هذا الاتجاه لان ماشي في مصلحته يخرج الكلاش على حسب ماشي في صلاح الناصيري يخرج الكلاش مع راه مشى وحيدناه وكذا. لا اظن ذلك، اظن غيمشي للتوافق لان فلسفيا وتواجديا خصو التوافق يخرج بتصويره زوينه ومعانقين وهذه واظنها غتكون في هذه الساعات القليله المقبله خصوصا الظرفيه هذه اكزاكتوم هذا هو محتاج استقرار اكثر من المشاكل. اخراج جديد لهذه الخرجه هذه سمعت اخراج جميل علاش؟ لانك الكرامه البشريه كرم الانسان راه بشر هذاك الولد ومصنوع من الحديد ماشي من الحديد مصنوع من اللحم ومن هذا. فراه تيحس بانه كاين واحد الغبن تيحس بان كاين واحد الخذلان تيحس بانه راه ما تعطاتوش حقه وبشكون اللي جايبين راجل تيفوتوه يمكن جدو ماشي با هذاك الله يخليكم. السيد هذاك راه المغرب راه ما كاينش غير التوانسه راه كاين بزاف ديال الفعاليات المغربيه الوطنيه راه جالسه ما تخدمش كاع كنا واقعيين شويه. انا ضد هذاك صراحه التوجيه ديال التتويجات المهمه ديال عصبه الابطال حقتها الوداد مع موته ومع وايدر كلاسيكو وهذا تسق له واحد وهذا بالضبط تسق له واحد تسق له واحد ترى هو تيقطع حوايج وتيقطع شعره وتيضرب اللعابه سي سون ستيل هذاك سي سون ستيل.